طويل عشان نتجوز بعدين. يعني احنا جبنا الشقه. طيب انت عملت اصعب حاجه. هي مش اصعب حاجه يعني، هي برده شقه لسه ايجار جديد، بس واخدينها يعني مش جاهزه خالص. وهو المشكله ان هو مش عايز لسه، يعني هو مديها لي ما فيهاش جدار، ما فيهاش شبابيك، ما فيهاش اي حاجه، ومش عايز اركبهم. يقول لي دي كماليات. ما كماليات. كماليات ايه؟ كماليات. يعني باب الشقه ده كماليات؟ يعني ما هنخاف من ايه؟ يعني هتخاف ده دلوقتي هتخاف من ايه؟ يعني اللي ما كانش خايف. متفائل هلوان. ففي اغنيه قديمه سمعت مره في مقابله استاذ محمد عبد الوهاب الموسيقار الكبير بيقول له ارخي الستاره اللي فرحنا لحسن جيرانك تجرحنا. ادوها ستاير. مشيها ستاير يا استاذ. طب ما هو باب الشقه يحطوا مكانه ستاره. ما هو بعدين الهواء هيجي يشيل الستاره برضه، لازم يبقى في شباك. ايوه اوكي. يعني هي مش بتطلب كتير طلبات. سوري انا اشرف فنادق. يعني باب. ما هي ما هو صعب في الفتره دي باب جدا يعني. بعيد عن الباب. انتوا الشقه خالصه؟ الشقه يعني لا لا ما شاء الله جايب شقه يعني واسعه جدا. يا استاذ اشرف دي على الطوب الاحمر. حضرتك يا استاذ اشرف دلوقتي المحاره بتبقى على مين؟ على مين ايه؟ على العريس ولا العروسه يعني؟ يعني بتبقى على مين؟ بتبقى على اللي جاب الشقه. مين اللي جاب الشقه؟ السمسار. يعني السمسار هو اللي جاب. يعني المحاره على السمسار دلوقتي كده المحاره. هو لو هدخل حد تالت في الجوازه دي هيبقى الشكل مش لطيف. لان ما فيش السمسار بقى هياخد خلو بقى رجل مش عارف يدخل في الشقه. الفكره ان الظروف بس هي اللي يعني احنا حاولنا. ثواني بس ثواني. انت بتشتغلي؟ هو انا شغاله واقفه في محله فربنا معايا يعني الحمد لله في رزق في رزق بيخش. وحضرتك وانا الحمد لله غطاس مجاري. شغال في وزاره الميه او هيئه المياه. بس هو بيقول على نفسه غطاس مجاري مش فاهمه ليه. لكن انت موظف؟ ده دي في البطاقه يعني. ماشي. لكن انت موظف. اوكي. مع احترامنا لكل المهن طبعا. مفيش مهنه مش كل مهنه ليها احترامها. انت موظف وليك اجر ثابت. ومن خلال اجرك قدرت تجيب شقه، الشقه مش متمحره ومن غير خشب. ومن غير سيراميك. السيراميك على مين؟ انتوا لسه في حته ده على مين وده على مين؟ أيوة. حضرتك امال بتعملوا ايه في العفش؟ ما انا جبت سرير. جايبه من غير مولة. يعني سايبين كل ده وماسكين في المولل. استاذ اشرف هو السرير من غير مولة ده السرير كله مولة. يعني ايه المولة بس انا ودانا تقعد. عارفه اللي بيتحطوا على سرير الخشب عشان يحمل ال هو جاب السرير من غير بتوع الخشب دي. وانا اللي جايبه المرتبة اصلا. انا اللي جبت المخدات. انا اللي جايباها. اوكي. طب ازاي مش يعني انت جايبه المرتبه هو جاب السرير وناقص المولد. ما فيش سرير. انا جبت المخدات. جايب المخدات. انا اللي جايبه اكياس المخدات. وانت جايبه اكياس المخدات. ما هو ده التعاون. ايوه انا جبت منبه بيقول كمان نن. بالحجاره القلم. كماليات الكماليات. ده ما جابش الكومودينو. الكومودينو ولا هحط عليه منبه؟ كومودينو ايه ما يجيب شباك. ما جبت دراك. احنا هنقعد. ما جابتليش انا يا جماعه والله عشان كده في الموضوع بجد. وما جابليش نيش. انت عارفه النيش ايه؟ النيش ده معيش بقى. اللي بيحطوا فيه الحاجات اللي بتترمي اول مشكله. انا ما ينفعش اخش من غير نيش. انا بنت خالتي داخله بنيش ب 30,000 جنيه. انا ما ينفعش اخش من غير نيش. اتجوزي بقى جوز بنت خالتي. والله انا يعني انا اجيب منين دلوقتي؟ انا رايي تتطلقوا. يعني طب انا عندي فكره. طب نسمع الاستاذ. انا عندي فكره. بعيدا انا ما اعرفش بقى انتوا بجد مخطوبين صح؟ اوكي. البرنامج يعني ربنا يعملوا له سيزون ثانيه، احنا مش هنحتاج العفش ده في السيزون الثاني ان شاء الله. انا واشرف انتوا لو عجبكم اي حاجه من الديكور خدوها واشوفكم. لا بس انا عايز اغير الديكور. بقول لك ايه، انت عامله برنامج تاني. لا 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 فيهم العفش بتاعه. مفيش عفش. لا بس انا بجد انا بجد نصيحه مش لك نور. نوره ساره ما تشوفيش بنت خالتك جابت ايه ولا اختك جابت ايه. ما تدققيش في المواضيع دي وما تحبكوهاش قوي الا عليكم. موضوع القايمه دي بقى موضوع تافه وسخيف. اقول لحضرتك يا استاذه ثواني. قيصروا خطوه خطوه وطوبه طوبه وبسم الله الرحمن الرحيم الامور بتمشي يعني. ما نقعدش ده عليكم علي. دي الحاجات دي عارفه لما بيكون الناس ما بيعرفوش بعض. يعني انت هتقدم له حياتك واغلى ما عندك. وانت استنى بس. قلت لي بتشتغل فين؟ غطاس مجاني. اوكي. وانت هتقدم له حياتك
ف يعني الامور الثانيه ماديات، في وقت المشاكل هتسيبي له كل حاجه وهو هيسيب لك كل حاجه. طب انا اقول لحضرتك، انا كل ما اقول له، انا كل ما اقول له على حاجه يقول لي على السمسار. السمسار ايه؟ يعني حتى النيش يقول على السمسار. اتجوزي السمسار يا طارق. انا مش عايزه اقول يا انا عايز اتجوز السمسار. ايه ده هتتجوزي السمسار؟ طب روحي وانت طالق. احنا اتجوزنا عشان تطلقني. احنا سيبوا بلدنا. يلا قبل تطلقنا. انا بتاع بره يعني. عموما احنا مش هنقدر نساعدكم باي حاجه، انا حاولت في البرنامج. احنا هناخد الحاجات اللي احنا عايزينها. البنت اللي اسمها ساره دي والواد اللي اسمه انور ده، الاثنين دول بيمثلوا معانا هنا. حسيت وهم شاطرين. ماشي عاملين ان هم متجوزين وبتاع وحاجات زي كده، بس هم الاثنين فشله. اطلعوا بره. برافو.